إذا الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة إذا 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 هو إذا ذهبت إلى يعني غابات. إلى الغابات نعم. لأن الدعوة ليس دعوة يعني مدنية. مدنية. لا 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 لا. أنا دعوتي فيها مشقة. أيوة مشقة مشاكل كثير كذلك. الحمد لله. لكن أجر كبير عند الله. أجر كبير. نعم. لكن أنا أحب دعوة غابي غابات. نعم. الدعوة في الغابات. في الغابات. نعم. أنا أذهب إلى إليهم في بيوتهم. نعم. في حديقات. نعم. أوكي. حدائق في حدائق. نعم. وفي في أماكن مختلفة يعني في 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 كنائس. نعم. يعني في مكانهم. أحسن هذا. وإذا ذهبت هناك أنا يعني أجتهد عن يعني وأعرف وأعرف إسلام لهم. شوف الإسلام كذا وكذا وكذا. تبين لهم الإسلام. أبين لهم. نعم. ثم هم يسألون لما يعني الإسلام مسلمون يعني يقتلون الناس والله أنا يعني أبين لهم يعني one on one يسمى one on one يعني أنا وهو نعم أو أنا وهم نعم في مجلسهم الحمد لله هذا أحب هذا الطريق جدا نعم تقول هذا يعني هذه الأشياء ليست من الإسلام أيوة والإسلام إسلام دين واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيوة كتاب الله أيوة وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه جريمة الذي يفعل هكذا هو مجرم ومجرم ليس مسلم نعم إذا كان يعني يلبس لباس الإسلام واسمه اسم الإسلام وهكذا وفعل يعني أشياء المجرمية نعم هو مجرم مجرم لكن لا نستطيع نقول بعض الناس انه كافر وكذا لا 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 نحكم على الأشخاص أيوة نعم لا نكفر لكن تقول هذا هذا مجرم هذا ليس من إسلام هذا أيوة إجرام أيوة وإذا إذا إذا فعل في النصرانية لا يوجد يوجد أكثر أنا أبين لهم في أوغندا ليس بعيد من هنا نعم لا لا قلنا لا تسمي أيوة أيوة لكن الأشياء يعني كل الناس يعني يعرفها نعم يوجد شخص واحد يعني يعني قتل قاتل الناس جميعا الله المستعان في أوغندا في أوغندا واسمه اسم نصرانية الله المستعان يسمى جوزيف كوني نعم يعني هو يريد يريد قوة الله المستعان في يعني يريد حكومة حكومة نعم أن يكون رئيس ضد الموسيفيني نعم عارف الموسيفيني إذن يعني يقاتله نعم نعم قتال نعم يقاتله يعني مرة إذن في هذه الحركة في هذه الحركات يقتل الناس يقتل يعني النساء الأبرياء نعم والأطفال وأجوز وهكذا الله المستعان يقتلهم وهذا كل الناس يعرف هذا أنا أقول لهم هذا شخص من أوغندا نعم قتل الناس في يعني عددهم نعم نحن كمسلمون لا نقول هو يعني نعم. يفعل هذا بالنسبة للنصرانية للنصرانية لا يفعل نيابة نعم المسلمين المسيحيين عن المسيحي إذا فعل هذا هو مجرم بنفسه صحيح لكن لما أنتم تقول إذا فعل الأشخاص أشخاص نعم إذا فعل شيئا قبيح صحيح يعني وهو مسلم يعني أنتم تقولون المسلمون يقتلوننا المسلمون يفعلوا هكذا عموم نعم هذا خطير وليس صحيح أنا أبين لهم الحمد لله وهم يفقهون الحمد هذه لله. طريقة ثالث وطريقة جميل جدا وإذا ذهبت هناك الحمد لله أنا أجهز نعم عربية الحمد لله نعم أنا أجهز بعض يعني طعام طعام إيه طعام أجهز طعام يعني عروس وخبز وأشياء شاي نعم يعني يشربون ويأكلون نعم ونحن يعني نتكلم نعم الحمد لله هذا مؤلفة ولا مؤلفة تقولون نعم الحمد لله تأليفها مع الإسلام هذه الطريقة يعني الطريقة تعطيني أشخاص كثير جدا يأتي أشخاص ما شاء الله إذن هذه يعني هذا عملي في هذه المنطقة الله منطقة غرب كينيا نعم. نيانزا وغرب كينيا لأن غرب كينيا هنا وهنا نيانزا
نعم. ونحن يعني كال بين بين أيوة بين بين الآن هذا المكاني هذا المكاني هذا غيانزا نعم. وبعد هنا كما 3 كيلومتر يوجد يعني غرب كينيا وغرب كينيا الناس يسكنون هناك يسمى بالوهية بالوهية نعم. وأنا عامل في غيانزا وكذلك بالوهية ما شاء الله هنا لأن يوجد بعض الجلاويين هناك ها. وهم يعني نتكلم لغة واحد نعم وهم عندهم لغتهم لكن نتكلم لغة واحدة إذا أفعل دعوة في غيانزا ودعوة في غرب كينيا الله يوفقنا هذه منطقتي الحمد لله وأنا بنفسي يعني أخرج من بيتي إلى الغابة وأعود نعم